عايز اقول لك ان فتيتو ده العربيات اللي كانت بتجري ورايا دي، انا كنت بسوق عربيتي وانزل بيها سهل، العربيه الخضراء اللي كنت بسوقها دي، واخرج من الازاز واطلع البس لبس الدبلز واسوق عربياتهم البيضة اللي بتجري ورايا. لا والله انا اتجرب فيها كل حاجه من يا عيني. يا حبيب قلبي يا ابني، حبيب قلبي يا حبيبي، يا حبيب قلب خالتك نارح وسهل بيعملوا فيك. والله يا احلى ايام. اه طبعا أحلى طبعا أيام. يا حبيبي خرجنا من تيتو بقى. استنى بقى، انت خارج من تيتو معاك ثروه قوميه اسمها خالد صالح. دي حقيقه. وعلاقه، انا عايزك تكتب الكتاب ده على فكره. خالد صالح، خالد صالح ما يكفوش كتب. اه والله ما يكفي كتب، يعني ما يكفوش حاجه كتب. سبحان الله ربنا اداهولنا كام سنه كده. خالد رحمه الله عليه، يعني بمناسبه ذكره، يعني لو الرضا، لو حجم الرضا اللي كان عند خالد صالح اتوزع على مصر يفيض. الله يا حبيب قلبي والله العظيم. انا بقول الشهاده دي شهاده يحاسبنا عليها رب كريم. هذا الرجل اثر في حياتي تاثير. لو قعدت اتكلم عن خالد من هنا لسنين جايه مش هوفي حقه. انا اعتقد هو واقف جنبي كتير خالد. طبعا. وعملنا شغل، يعني خالد في عمره الفني اللي طبعا العمر بيد الله، في عمره الفني اللي انا شايفه مش طويل، عمل حاله غريبه جدا. طبعا. اشتغلنا هو مع بعض كتير جدا، حتى الافلام اللي ما كناش بنعملها مع بعض كان دايما يجي يعمل لي مشهد اروح اعمل له مشهد. ايوه كده. أيوه. منهم المصلحه مثلا. ايوه غايه الجزيره 2. اه غايه الجزيره 2، مش عايز ابقى بنط مراحل يعني. بس عملنا مع بعض حرب ايطاليا، العشق والهوى، كان ضيف شرف. عملنا مع بعض ابن القنصل عمرو عرفه. اخرهم الجزيره 2 مع شريف. لا خالد كان حاله تدرس. الحقيقه. لا لا لا، وحكمه ربنا انه سبحانك يا ربي يمنحه ويرجعه لنفسه. والشغل بتاع الجزيره 2 اللي خالد كان بيعمله ده، انا قفزه زمنيه بس هو استحقها يعني. خالد كان بيشتغل وهو تعبان، وكان سبحان الله عفريت الشخصيه بيركبه ساعتها. خالد ما تعملش كذا كذا، لغايه اما انا جيت مسافر خلصنا الفيلم وهو خد قرار العمليه. وحصل ظلم للناس، ودكتور مجدي يعقوب القصه. خالد يعني لما خد قرار هو عارف ان القرار ريسكي. عارف ان القرار ريسكي. يمكن دكتوره هاله بتتفرج علينا دلوقتي، صاحبه فضل مدام استاذ خالد صالح. الست دي يعني اختي الكبيره. وفي احمد خالد صالح دلوقتي، ده شبل يعني جاي في مجال المسرح والتمثيل محترم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. فجي خالد قلت له خالد ما تعملش عمليه، استنى ما ارجع من السفر وناخد القرار سوا. قال لي انا عايز ارتاح. ارتاح كده او ارتاح كده يا حبيبي. وخد القرار، قلت له ده قرارك توكل على الله. كان خالد بقى يعني، لا خالد قصه طويله يعني. طبعا. اسمع، انت جايز ما تعرفنيش بس اكيد تعرف صوفي كويس، يعني اكيد عارف ان وراكم لحم. وانت بقى امين عمكم اللحم؟ خد ياد الفلوس دي يلا غور من هنا. نزل ايدك، نزل. انت عارف انت بتكلم مين؟ ظابط ان شاء الله تكون حتى وزير. انا بتكلم في حق يتامى. عايز تفهمني ان لو اديتك الفلوس هتروح تديها لعياله؟ ماشي. ولا تزعل نفسك. فيلم اليتامى اللي انت عملته ده لو طلع بجد تبقى انت فعلا واد نظيف. ما تعرفناش. أنا بابا يلا. لو عايز تكتب كتاب اكتب، لو عايز تعمل تسجل اللحظات دي قبل ما تبهت، الزمن بيبهت. هقول لك على حاجة يا مدام سعاد، يعني في حاجات كتير جدا الزمن بيبهتها. أنا كان يعني ممكن أعمل اللي حضرتك بتقوليه ده في ظل لو التوثيق لسه ورقه وقلم. التوثيق ما بقاش ورقه وقلم، وحضرتك بتكتبي. وعارف يعني ايه الورقه والقلم، وانا بحب الكتابه، انا بحب الشعر العامي. فعارف يعني ايه ورقه وقلم. التوثيق دلوقتي بقى زرار، زرار سند، زرار ديليت، زرار شير. فللاسف يعني مش عارف، يعني يمكن في مرحله ما لو رجعت تاني مسكت الورقه والقلم اعمل كده. ايوه. لا لا، اصل بص، عمر الورقه والقلم ما هيفقدوا قيمتهم ابدا، لان هم اصل نفسي. اصل ده، والسند والديليت والشير ده بيتدخل فيه عوامل كتيره جدا قوي، والسخفاء كتير الزمن يعني طرحهم الحمد لله في سكتنا، ما شاء الله بنتكعبل فيهم طول ما احنا ماشيين. لكن تظل الشهاده الحقيقيه، شهاده الرؤى العين دي اهم، والتوثيق اهم،
وانت كأحمد السقا كنت شايفه ازاي بمشاعرك وحضنه ازاي؟ ده حاجه ما تسجلهاش زراير. خالد ما تسأل، لا دي ما تسأل، المشاعر ما تسجلهاش زراير، تسجلهاش زراير للاسف خالص. للاسف او مش للاسف، للصح. فلذلك ما بقولش كده، بقول لك قبل ما الـ ما الـ ما المشاعر تبهت والزمن بيبهت الحقيقه. بس في ناس بتترك اثر في حياه الواحد كده ما لا يبهت ابدا، محتاج تنقله. احنا ليه النهارده قاعدين معاك مع انك انت يعني ما شاء الله شاب، يعني ان شاء الله يا رب العمر الطويل العديد السنوات يعني قدامك والاعمال لسه جايه وكده، لكن انا بعمل ستوب عند لحظه بقول القيمه فين هنا دلوقتي، مش لازم استناها قدام، لازم اسجلها دلوقتي وبعدين كمان 5 سنين اسجل لك تاني وعشر سنين وربنا يدينا العمر. أمين. تفضل تتوثق. اي حد اثر في المجتمع لازم يتوثق له، خصوصا ان اللي بيتوثق دلوقتي للاسف او اللي موجود على الاجهزه كلام فارغ. يعني ده هياخدنا الموضوع تاني، حته التواصل الاجتماعي وشبكات التواصل. فرق كبير جدا ما بين شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات يعني احيانا احنا بنسيء استخدامها، مش عايز برضه ادخل في موضوع تاني، بس احنا بنسيء استخدامها طبعا. يعني صدرت لينا او مش صدرت، هي تكنولوجيا ومعلومات والى اخره، بس احنا بنسيء استخدامها. ما هو لسه عايزين نتعلم. ما احنا زي اللي كان جعان سنين كتيره وقالوا له اوبن بوفيه، راح داخل عاكك في كل حاجه. وفي نفس الوقت في ايه ده، وفي نفس الوقت لا في شبعانين كتيره يا مدام سعد، والله اتمنى ان هم دول اللي يبقوا في المقدمه. لا والله في شبعانين كتير، في شبعانين كتير. بعد تيتو رحنا فين؟ يعيش وهوى حرب ايطاليا، مش فاكر واحد منهم فين. حرب ايطاليا الاول، حرب ايطاليا احمد صالح كويس، حازم الحديدي اللي كتب واحمد صالح الاخر. وانت هنا بقى معاك خالد ابو النجا ونيلي كريم. نيلي كريم، خالد ابو النجا، خالد صالح، سلام جلال، العبد لله، استاذ جمال اسماعيل الله يرحمه، كنا مجموعه كبيره. خالد النبوي، خالد النبوي، لا خالد النبوي ديلر، عملنا سوا ديلر. لا سوري، خالد النبوي الديلر صح، خالد النبوي عملنا سوا رزان مغربي. رزان مغربي بالظبط. لا سناء يونس الله يرحمها. الله يرحمك يا ماما سناء، بالكنكه بتاعت القهوه. خرابي بكنكه القهوه. بكنكه مجدي كامل. مجدي كامل. مجدي كامل جاب لنا بوريس في الاوتيل في حرب ايطاليا حضرتك. ليه؟ عمل صينيه صياديه في الاوتيل. هو الاستاذ طه عبد الوهاب الهير دريسر الكوفير، عمل صينيه صياديه. والله عمل صينيه صياديه، فالالارم ضرب ومفتح حاجات المايه خرج، ولقينا البوليس الايطالي في الدور السادس عندنا في الاوتيل. انتوا في اوتيل مش في ابارتمونات؟ لا كنا في الاوتيل حضرتك، بس عزلونا بقى ودونا دور لوحدنا. قال لك طبخ على ايه؟ على منقد؟ على ايه؟ لا طبخ على ايه؟ السخان بتاع، عارفه حضرتك المكوه بتاعت الشعر. وبعدين البوليس جاي، انا خارج على صوت زعيق في الطرقه، صوت زعيق، فلقيت مجدي كامل بيقول له بقول لك ايه، انا من المانيال، انا ما حدش يعمل معايا كده من المقياس. والراجل بيقول له انت راي انت راي، وراح ماسك له مسدس كده. ومين اللي بيسلك بقى بينهم؟ خالد صالح حبيبي الله يرحمه. يا مجدي اهدى يا بابا، مش كده يا استاذ، ولا ده فاهم ده ولا ده فاهم ده. وطه عبد الوهاب مولع في الاوضه جوه صينيه الصياديه. يا نهار اسوح، يا دي الفضايح السوداء. مفيش فايده، ما نسترش احنا ابدا. انا شغلتي امتع الناس من اول النكته لغايه الدمعه. ايه بقى ظروف ابن الانس؟ فيلم الحمد لله عمل فيدباك رائع الحقيقه، ان عمرو عرفه وايمن بهجت عمر كانوا بيكسبوا فيها ثواب، شايفين واحد بيخلص قدام. انت واحمد عز تعملوا بطوله مشتركه. الفيلم ده انا فهمت التكنيك بتاعه المصلحه ده بعد ما خلص. انت على اعتاب الجيم بريمي بقى فجاه تحلق زلبطه. مشهد النهارده ومولع فيا، انا فعلا مش حاسس، انا فعلا بمثل. الجزيره بقى ملحمه بقى دي. انا اشتغلت مع الاستاذ محمود ياسين زمان، جيل لازم يبقى لكم اب شرعي، انتوا جيل بلا اب شرعي. اسمح لي ان انا اقدم لك حاجه بسيطه من سحبه السعاده.